سالي، آخر محطاتنا الصباحية لليوم مع الإبداع والابتكار كخطوة أولى لرسم ملامح خط جديد بعالم الموضة. فكل قطعة بتبدأ من فكرة بتتحول لتصميم ممكن يحقق انتشار ويصير عبر الزمن الجزء الأبرز يلي بيعبر عن ثقافة وموروثات الشعوب. أريجا، عالم الأزياء رح ندخل فيه ونتعرف على ملامحه يلي بدأت تتشكل بسوريا عبر عدد من المبدعين الشباب، ولنتعرف أكثر على تفاصيل عالم التصميم معنا اليوم مصممة الأزياء مايا حقون، وأيضا نزار ديانا مصمم أزياء وعضو مجلس إدارة الجمعية السورية لمصممي الأزياء. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك. عالم التصميم عالم كتير واسع وفيه كتير من الفن والإبداع والجمال، لكن حابين نتعرف أكثر على هالعالم، عالم الأزياء والتصميم بسوريا. مزبوط. التصميم هو أول شيء، خلينا نحكي عن التصميم، هو شو الفكرة؟ هو كل شيء مبتكر وجديد. مثلاً إذا في عندي أي شيء بالأزياء أو بالديكور أو أي شيء، في عندك أكثر من قطعة، دائماً أنت بتنقي الأحلى. فهذا هو اصلا التصميم. اما التصميم بسوريا، فيكي تحكي انه نحن كشعب عريق بمجال الاناقه والجمال، يعني معروفين كان من زمان الشاميات السوريات بجمالهم واناقتهم. بس التصميم كفكره دراسه، فيكي تقولي شيء جديد بالنسبه لسوريا. كان من قبل المصممين يعني بينعدوا على الاصابع، كانوا يدرسوا برا. التصميم كان بالنسبة للي بده يدرسه حلم، وحلم كتير كبير وجدا مكلف. تمام نزار، خلينا نروح للمسابقة اللي افتتحتوها بالجمعية كإتاحة فرصة لمصممي الأزياء. يعني هي كمسابقة هي بتغني عن الأكاديمية، خلينا نحكي. تمام. هلا بالنسبه لمسابقه التصميم، هي قام فيها مجلس الشباب السوري. تماما، هو قام فيها، نحن كنا من اعضاء لجنه التحكيم الموجودين فيها. تمام. هو اتاح فرصه كثير كبيره للمصمم لاظهاره للعالميه، تماما، واعطاه ثقه بالنفس له كثير كبيره ليكمل هالمشوار هذا. تماما. وكان في تواصل نحن بيننا وبين مجلس الشباب والجمعيه لاكمال هذا الموضوع، وان شاء الله هلا كمان في هالسنه كمان مسابقه تصميم ان شاء الله. قديش هالخطوه بالفعل كانت عنصر دعم كثير كبير للشباب، وقديش كان في اقبال على هالمسابقه، وايضا قديش حسيتوا انه الشباب بحاجه لهيك مسابقات وبحاجه لدعمكم كمان انتم كجمعيه؟ نحن كجمعية منقدم فرص كتير كبيرة للشباب، نعطيهم فرصة. أهم شيء اليوم نحن كمصمم سوري ناقصه الثقة، الثقة بالنفس، فنحن عم نقدم له إياها، عم نقدم له الأفكار الجديدة الموجودة، عم نقدم له كل شيء بيحتاجه مجال تصميم الأزياء. تمام نزار، رح نشوف بعض من تصاميمك هلا عبر الشاشه. خلينا نحكي كمان عنا، عم نشوف فساتين، عم نشوف عده تصاميم مميزه من تصاميمك، خلينا نحكي شوي عنها. هلا هذا العرض كان عنا بالدمروز، ساويناه من فتره قريبه، سميناه بعنوان حبه الرمان. تماما، فهذا كان كوليكشن 2017، كنا بنحكي عن الزهور والطبيعه، غيرنا نمط الالوان، دخلنا بجو جديد، نطلع من الجو الكئيب اللي احنا فيه. كوليكشن كان سهل بسيط، اخذنا فيه القصات الطويله، اخذناها قصات بالطول. تمام. اليوم مايا، المصمم شو بيحتاج لحتى يدخل عالم التصميم بشكل حرفي؟ هلا ممكن المصمم الموهوب، هلا فيك اول شيء لازم يكون عنده دراسه للعلم، بده يدرس مثل ما قلت لك باحد، يا اما بكليه الفنون، بس كليه الفنون لازم يكون بعدها خبره عمليه. يعني بده يدرس، بده يروح على معمل ويعرف يشتغل، يتدرب على الخياطه. عم نحكي انه مثلا جمعيه مصممين الازياء السوريين بتيح له للمصمم كل هالمراحل، بيعلمه من الألف للياء، خلص تصميم بفوتوا بالخياطة، بدروس العملية، لحتى يوصل لأنه يقدر يشتغل لحاله أو يكون جوات أي شركة كبيرة حتى،
ويكون منتج رائع. تمام، رح ننتقل لك نزار لنحكي أكثر عن دور الجمعية. قديش الجمعية هي كانت نافذة لتضم أكبر عدد من مصممي لأزياء، وقديش هلأ صار العدد عندكم بالجمعية؟ هلا العدد دائما نحن بتحسن مستمر. الجمعية قدمت فرص كتير جيدة للعمل وللمصمم، عنه بتخرج المصمم نحن نقدم له فرصة عمل ومنخليه ينفذ عنا عملي ومنعرفه على المعامل وعلى الشركات ومنعرفه على جميع أنواع القمايش الدارجة جديد، منفوته على سوق العمل، منعطيها الفرص كلها. فنحن جمعية هذا الشيء اللي قدمنا لها نحن حاليا لأي مصمم أو مصممة بتخرج معنا. اليوم الجمعية السورية لمصممي الأزياء بلشت وانطلقت وحققت حضور، شو الشيء اللي عم تعمله لحتى تتطور أكثر وتتوسع أكثر ويكون في لها انتشار؟ هلا نحن الخطوات اللي بلشنا فيها نحن عم نفتح هلا باقي المحافظات، إنه فرع بلادية إن شاء الله، في أكثر من فرع نحن هلا عم نشتغل عليه. نحن هلا في عنا عروض الأزياء عم نقوم فيها، عم نعرف المصمم كيف يبلش من الصفر، شلون بده يبلش بتصنيع القطعة ليوصل للعرض الديفيلي يلي يقدر يخرج منه الموهبة اللي عنده منه والطاقة يقدر يفرغها. مايا خلينا نروح للخط الشرقي، وخصوصي بشهر رمضان المبارك دائما هناك طابع يعني شرقي بيطغى على المشهد خصوصي بتصميم الأزياء. خلينا نروح نحكي شوي عن هذا الموضوع. هلا فيك تحكي القطعة الشرقية، ليش كأي شخص بيحب القطعة الشرقية سواء كان هو شرقي أو غربي؟ لأن هي فيها روح. التصاميم طبعا مريحة للعين لأنها مستقاط من الطبيعة، ونحن يعني مجرد تشوفي تصميم جاي من الطبيعة أكيد أنت رح يعني رح تعشقي بدون ما تعرفي. لهيك حتى الأوروبيين إذا منتبهوا كمان عم ينتبهوا لهالموضوع وعم يدخلوا حتى بتصاميمهم نفس شرقي مشان يصير مريح للعين أكثر، ما يصير عبارة عن الموديل كأنه عم تلبسي لآلة ويلا. فيه روح، فيه حركة. أيوة بالضبط. كمان بالتصميمات الشرقية اليوم يمكن سوق العمل السوري دائما بيكون واسع وفيه انتشار كتير كبير للأقمشة والتصاميم الشرقية، لكن بالفترة الأخيرة شو عم يتطلب أكثر منكم لحتى تواكبوا الموضة بنفس الوقت تحافظوا على هالشرقيات وتراثنا السوري؟ اليوم نحن بنتفاجأ بنشوف كل الشركات الأجنبية والمصممين العالميين عم يشتغلوا اليوم الماشي الدمشقي هو البروكار. يعني نحن إذا بنتابع كل العروض نحن عنا هلأ ماشية البروكار هي متصدرة القمايش اليوم بالعروض الأوروبية كلها وحتى العربية، عم تدخل البروكار بجميع كل المجالات الألبسة يلي مجال السهرة وحتى السبورات. فنحن إذا منضل من نوح على هذا الموضوع منشتغل على الموضوع هذا القماش الصناعة السورية ممكن نلفت نظر أو ممكن نثبت وجود بهالمجال هذا. تمام، خلينا كمان مايا نحكي عن غير التصاميم الشرقية، شو بتنصحي النساء والصبايا من اللي بيحبوا كتير يواكبوا الموضة، شو بتنصحيون في حال كان ما بيناسبهم مثلا الأزياء الشرقية؟ في شغلات أحيانا ما بيناسبهم الأزياء الشرقية، في عالم ما بتناسبه الموضة الزايدة اللي نحن عم ناخدها هلأ من الغرب. مزبوط، كل شخصية تلبس على حسب ذوقها هي، أبدا ما تنزل على السوق وتلبس بس لمجرد أنه موجود هي خط الموضة بدي ألبسه. أما الشخص بيعتمد على ذوقه وعلى شخصيته وبيشتري الشيء مناسب لإله. كمان اليوم نزار شو بتحب توجه كلمة لكل حد عم يتابعنا هلأ إن كان حابب يدخل لعالم التصميم والأزياء أو أي صبية وشاب عندهم موهبة وحابين يشاركوكم ضمن جمعيتكم؟ هلأ هي الخطوة الأولى إنه يصير مصمم لازم يصمم على الشيء هذا ولازم يجتهد يصمم يصمم تمام لازم يصمم يصمم على الشيء ولازم يتعب، لأنه ما في مصمم إلا ما تعب واجتهد لحتى وصل.
اكيد لازم يكون كمان له لمسه وبصمه أكيد. خاصه أيوة. فيه أكيد. وذوق كل حدا منا له ذوق وبصمه وروحه بقطته كل شخص على اكيد نحن بدي حابه احكي شغله في جمعيه سوريه مصممين الازياء دائما عم تعمل دورات بشكل مجاني لاعضاء الجمعيه مشان تطورهم بكافه المجالات طبعا. شو هي المجالات اللي عم تطورهم فيها بيعرف السيد نزار بتطورهم مو بس على مجال تصميم الازياء على مجال اداره الشركات على مجال اللغه تخيل يعني انه شو بتحتاجي انت لغه تصيري عالميا وكمان منتجه بدورات مجانيه للقطاعات اللي بتشبه قطاعاتنا او بتهتم بتصميم الازياء أكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق ودائما لمسات الموضة والجمال شكرا. تكون من عنا من سوريا تنطلق شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم مصممة الأزياء مايا حقون وأيضا نزار ضياني مصمم الأزياء وعضو مجلس إدارة الجمعية السورية لمصممي الأزياء شكرا كثير لكم أكيد شكرا لكم وكان أكيد صباح حلو معكم مع لمسات الإبداع والجمال يسعد صباحكم شكرا كثير صباحكم